الخير واهلا وسهلا بكم من وين ما كنتوا تتابعونا. بكل حلقه من هيت اون سيت راح نتعرف على اخر الاخبار والاحداث والتطورات بالساحه الفنيه المحليه والعالميه وحتى العربيه، بالاضافه الى السينما العالميه، وراح نتعرف على ترتيب الافلام بالبوكس اوفيس، لكن بدايتها مع العناوين. حسام الرسام يبهر الجمهور بحفل كبير في السليمانيه. الفنانة رحمة رياض تشوق الجمهور لأعمالها الجديدة مع الموزع محب الراوي. أصالة تحتفل بعيد زواجها الأول من فائق حسن. أليسا ترتدي طرحة العروس وتثير جدلاً بين المتابعين. حمو بيكا يشتكي بعد حصول شاكوش على تصريح النقابة.